باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يقل من الشرك. لماذا؟ الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وارتاح لأن بعض الناس يشكل عليه تقسيم الذبح إلى قسمين. الذبح انقسم إلى ثلاثة أقسام وانتهينا. ذبح لله، هدي وأضاحي وعقيق أو صدقات، وذبح لغير الله محبة وتعظيم، الشرك أكبر، ذبح للجن أصحاب القبور، والثالث ذبح جائز. هذا الأخ من السودان جزاه الله خيرا يشتغل في السواق يذبح على خلفان، جزاه يصح يذبح يبيع جائز، يذبح جاء ضيف مثلا يصح يذبح حتى يأكل هو ولاده يصح لا إشكال. إذن الذبح ثلاثة أقسام، ذبح لله وذبح لغير الله محبة وتعظيم، الشرك أكبر. باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يقل من الشرك. نعم. بعد أن ذكر الذبح ناسب أن يذكر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لماذا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ لماذا؟ لأنك تكفر سواد أهل الباطل، ولا يطؤون موطئا يغيب الكفار. كيف تكثر سواد أهل الباطل؟ كيف؟ أنا لا أدري. دروس علمية تعقد، لماذا نكثر سواد السلف سواد أهل السنة، ولماذا نكثر سواد أهل الباطل؟ واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء رجل واحد لا يعرف، واصل ابن عطاء ما لا صنع، واصل رجل واحد اعتزل مجلس الحسن البصري. تعرف ماذا صنع؟ شيء يسير، يعني أول البدعة شيء يسير. ماذا صنع؟ اعتزل مجلس من؟ الحسن البصري، يعني اعتزل مجالس أهل السنة. أصبحت هذه الفرقة اسمها فرقة إيش؟ المعتزلة. لماذا؟ لأن اعتزل مجالس أهل السنة. انتبه، لو تعتزل ممكن تكون معتزل يوم من أيام أنت لا تدري. والله هو واصل ابن عطاء لم يطرأ له على بال أن يكون يوم من الأيام رأس لفرقة ضالة، فرقة المعتزلة، ما يدري هو هذا أصلا. صنع شيئا يسيرا، ذهب، وبعض الطلاب يقول أنا أدرس عند هؤلاء النحو، يا أخي يدس السم في العسل، يعني لا يعقل، لا يوجد عند أهل السنة والجماعة من يعلم النحو ثم من أجل تتعلم النحو تضيع العقيدة. لا يوجد عند أهل السنة والجماعة من يتكلم على الفرق الضالة إلا تقرأ لأهل الضلال وتشاهد أهل الضلال هنا، صحيح؟ نعم، مقاطع مقاطع اليوم لأناس ضلال يسب في الأئمة ويسب في أم المؤمنين، وبعدين يقول انظر ماذا قال في أم المؤمنين، لماذا لا ترسل لي رسالة ماذا قال فلان في أمك؟ عجيب والله أخواننا، مشاهدات، أنت تكثر سواد على الباطل. إذا لا يمكن، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله حتى لا تكثر سواد أهل الباطل، كفار مشركين مبتدعة، حتى لا يقوى الكفار على هذا. هذا يقول أنا أحتفل بعيد رأس السنة في بيتي، ما يجوز، لأنه وافق الوقت. ما نكثر سواد هؤلاء ولا نقوي هؤلاء. الثالث اغترار الناس، هذا الأخ ذهب إلى رجل يدرس النحو مثلا، وهذا ذهب وهذا ذهب، ذهب الكل، مفهوم؟ طيب، المؤلف رحمه الله قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا في مسجد ضراء. ما علاقة مسجد ضراء بماذا؟ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. لعل هذا خطأ من بعض النسخ، من نسخ كتاب التوحيد أخطأ، صح؟ لا، ما يخطئ النسخ، هذا ما صحيح. من الذي يعرف ما الصحيح؟ ما علاقة الآية بالباب؟
اسمع ايش يقول مرة أخرى. نعم يا أخي. أوقف. يقول مس الضرار بني كفر وإرصاد، أصبر، كفر وإرصاد وتفريق ومحاربة. أسس مس الضرار لأربعة أشياء صح؟ ذكرت في الآية، للكفر والإرصاد والتفريق، بدل أن نصلي في مسجد قباء صفين نصلي صف واحد، ومحاربة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا في مسجد الضرار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في مسجد الضرار هو يصلي لمن؟ لله، لكن المكان يقرر فيه الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة. والصلاة عبادة والذبح عبادة، ومن يقول خطأ بعض النساخ؟ هذا الذي يعني لا يعرف فقه المؤلف هو الذي يقول خطأ بعض النساخ. مؤلف بخاري هذا الزمن دقة في الاستنباط صح؟ نعم، لله در رحمه الله. اجلس. إذا الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عبادة، والصلاة عبادة. أين يقع مسجد الضرار؟ من يعرف مكان وجود مسجد الضرار؟ نعم، إيش مكان وجود مسجد الضرار؟ اسألوا هذول أصحاب الزيارات ممكن يدلوكم. لو واحد يقول لك، لو واحد يقول لك أين قبر الولي فلان، تدل عليه؟ لو دللتم مشارك لهم في الوزن. طيب مسجد الضرار، اوقف اوقف. هذا الاخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت انا اين يقع مسجد الضرار قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق، والهدم والحرق اتلاف للمال، ونهينا عن إتلاف المال. لكن إذا كان إتلاف المال لمصلحة رابحة يصح أن تتلف المال. بارك الله فيك. يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق، حرق المسجد وهدم المسجد إتلافا للمال، لكن لمصلحة رابحة حتى لا يتذكر الناس ويأتي بعض الزوار يقول ما وين مسجد الضرار؟ قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق، لا ندلك عليه. مفهوم؟ اي نعم. ولهذا يحرق رحل الغال الذي يغل من الغنيم، اتلاف للمال لمصلحه راجحه. مفهوم؟ اذا يصح اتلاف المال لمصلحه راجحه حتى لا يتذكر، لان بعض الناس اليوم يقول طيب نريد نعيد بناء بعض الاماكن في اليمن، عندما بنوا أرادوا أن يبنوا كعبة حتى يحج إليها الناس، هل يمكن نعيد هذا البناء؟ للتذكار للتاريخ نقول لا. أيهما يقدم، العقيدة والتاريخ؟ عقيدة، لابد نقدم العقيدة. مفهوم؟ نعم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، كل مسجد أسس على التقوى نقوم فيه، وكل مسجد أسس على غير التقوى لا نقوم فيه. ولهذا أهل الخليج لابد تنبه على الخليج، أي إنسان يريد يبني مسجد قبل أن يبني المسجد في السودان لابد من الاتفاق على ماذا؟ على لجنة المسجد، من يؤم المسجد، من يصلي في الناس، لابد يقام فيه التوحيد، لأنه ممكن يبني بعض الناس مسجد ضرار صح؟ والله صدق يبنى المساجد ثم يأتي يتسلط عليها أهل البدع. لا، أنت مسؤول أمام الله، عندما تبني مسجد لابد تشرف على المسجد بعد البناء أهم من قبل البناء. طيب، مهم جدا. أي إنسان يريد ابن مسجد قل تريد تبني مسجد ضرار ابن المسجد واتركه، تريد تبني مسجد تتعهد هذا المسجد ما حيك. طيب نعم.